صحت مشاهير، صحت مشاهير، صحت مشاهير يا معانوا كتير، في قلوبنا ليهم حب وتقدير، وبرغم آلامهم ووجع أيامهم لا اليأس هزمهم ولا نسيوا الغير. أتكم بكل خير، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صحة المشاهير. في حلقة النهاردة هنتكلم عن ممثل بدرجة قدير، اختارته مجلة جود نيوز سينما كأفضل 50 ممثل على مستوى السينما المصرية في تاريخها. له العديد من الأعمال الدرامية التي عاشت ولا تزال تعيش في وجدان المصريين، منها الضوء الشارد ولعل أبرزها مسلسل الطارق الذي استخدم فيه الفنان ممدوح عبد العليم السينما والدراما في إطلاع المصريين على شخصية من شخصيات التاريخ الإسلامي ألا وهو طارق بن زياد فاتح الأندلس. النهاردة موضوعنا عن الأزمة القلبية التي أصابت ممدوح عبد العليم وكانت مفاجئة. معنا النهاردة للحديث عن الأزمة القلبية وأسبابها وأعراضها وطرق علاجها دكتور يسري السعيد، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة بنها. أهلا وسهلا، أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. يعني دكتور، قبل الحديث عن الأزمة القلبية وعن أسبابها وعن أعراضها وعن الأسباب الخفية التي تؤدي للإصابة بالأزمة القلبية، خلينا نشوف تقرير عن فناننا ممدوح عبد العليم ونرجع لحضرتك تاني. أعزائي المشاهدين، تقرير عن الفنان ممدوح عبد العليم ونرجع لكم بعد التقرير. ولا نسيوا الغير. صحة مشاهير، صحة مشاهير، صحة مشاهير. ولد في العاشر من نوفمبر عام 1956، بدأ مشواره الفني وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون، وتتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد علي ثم المخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل صغير في مسلسل الجنة العذراء مع الفنانة كريمة مختار. تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1977، وفي عام 1980 بدأ مشوار التمثيل فعلياً وهو شاب في مسلسل أصيلة مع الفنانة كريمة مختار، ثم توالت أعماله التلفزيونية، وفي عام 1983 بدأ التمثيل بالسينما في فيلم العذراء والشعر الأبيض. حصل الفنان ممدوح عبد العليم على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم قهوة الموردي، وعلى جائزة البطولة المطلقة في فيلم الخادمة من مهرجان الإسكندرية، وعلى جائزة أخرى عن فيلم العذراء والشعر الأبيض. تميز الفنان ممدوح عبد العليم بأدواره الجادة المتميزة، وله العديد من الأعمال التلفزيونية منها الجنة العذراء، أصيلة، في قلب الليل، القاهرة والناس، صيام صيام، أخو البنات، ليالي الحلمية، خالتي صفية والدير، شارع الموردي، حصاد العمر، الضوء الشارد، الكومي. كما شارك في بطولة العديد من الأفلام السينمائية منها العذراء والشعر الأبيض، قهوة الموردي، البريء، الحرافيش، تحت التهديد، بطل من ورق، كتيبة الإعدام، البدرون، سوبر ماركت، الراية الحمراء. ومع كثرة أدواره في السينما إلا أنه لم يحظ بنفس النجومية التي حصل عليها من التلفزيون، وبالرغم من دخوله عالم الفن والتمثيل منذ وقت مبكر من حياته، إلا أن والدته كانت رافضة لعمله بالوسط الفني،
خاصة وأنه بعد تخرجه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فقد كانت تريده أن يعمل كسفير، إلا أنه فضل الفن ورفض أي عمل آخر. وكان فيلم رومانتيكا الذي تم إنتاجه عام 1996 للمخرج زكي فطين عبد الوهاب سبب اعتزال ممدوح عبد العليم الفن لفترة طويلة، حيث قام خلال أدائه الدور بإطلاق لحيته، ولكن ثمة خلاف بين المخرج والمنتج أوقف تصوير العمل لمدة عام. ظل خلاله ممدوح عبد العليم مطلقا لحيته لمدة عام حتى توقف الفيلم نهائيا ولم يتم استكمال تصويره. توفي الفنان ممدوح عبد العليم في 5 يناير عام 2016 بشكل مفاجئ على إثر تعرضه لأزمة قلبية وهو يمارس رياضة الجري بصالة الألعاب الرياضية. صحت مشاهير، صحت مشاهير، صحت مشاهير يا معانا كتير في اللجنة من إسعافه حيث كانت إصابته بالأزمة. رحم الله الفنان ممدوح عبد العليم وألهم أسرته الصبر والسلوان. يعني يا دكتور، فناننا النهاردة كان عايش حياته طبيعي جدا وكان في الجيم بيجري، ففجأة جات له أزمة قلبية وتوفى. هو القلب هل يتوقف عن الخفقان بدون سابق إنذار؟ لا، هو طبعا في بعض العلامات بتبقى بس بعضها بيبقى خفي، ما بيبقاش ظاهر للمريض نفسه. يعني ممكن يبقى في بتبقى في علامات ومؤشرات ممكن تيجي للإنسان وممكن يحدث بعدها الأزمة القلبية في معظم الحالات، لكن بيبقى بعضها خفي ما بيقدرش حد يتيقن لها، المريض بالذات ما بيبقاش عنده العلم ان هو بيعرف الكلام ده. من ضمنها بعض الآلام الخفيفة اللي بتيجي في الصدر وممكن تبقى ظاهرة، يعني هو ياخدها ببساطة، فما بياخدهاش، ما يعملش فحوصات وما يقدرش يستشير الطبيب بتاعه، فدي ممكن تكون بوادر يعني أزمة قلبية. يعني احنا ما نقدرش نقول في المطلق، لا مش في المطلق، مش 100% ما بيقفش، الا لازم يكون في سبب، والسبب ده بيبقى معظمه طبعا كل شيء سبحان الله بأمر الله طبعا اولا واخيرا، لكن في اسباب طبية موجودة. بعض الاحيان بتبقى نتيجة جلطة في القلب مفاجأة، او نتيجة اضطراب او اللي هي الذبذبة البطنية، ونتيجة اضطراب في ضربات القلب، فممكن احد هذه الضربات تحول الضربات الى الذبذبة الأذينية البطنية، يعني اللي وهي يعني بتبقى خطيرة جدا. عن الاسباب وعن تفاصيل الاعراض، بس خلينا في البداية نعرف ايه هي الازمة القلبية. هي الازمة القلبية اللي هي بتيجي بتصيب القلب بصورة نعتبرها احنا صورة طبعا مفاجئة، او لها اعراض مسبقة قبلها بسيطة ما لا يمكن التعرف عليها، لكن هي في المجمل بتيجي نتيجة الم شديد جدا في الصدر، بتبقى في منتصف الصدر ويبقى مصحوب باضطراب في ضربات القلب، ومصحوب في الالم ده ممكن يكون ممتد الى الكتف الايسر او للرقبة او للظهر، ومصحوب بعرق وممكن مصحوب بقيء في معظم الحالات. في حالات بتبقى الألم ده يبقى شديد جدا ويمتد دقائق، وفي بعضهم بيمتد أكتر من الوقت ده. لو هذا الألم استمر وهذه الأزمة استمرت، المفروض ان هو المريض او احد من المحيطين له بياخد على طول بسرعة الى اقرب مستشفى لتم الإسعافات الأولية والسريعة لإنقاذ حياة المريض، لان الوقت هنا بيبقى وقت عامل، وقت هنا مهم جدا. الاسعاف الاولي بقى بيتمثل في ايه في اللحظه دي؟ هو طبعا لو هو كانت الازمه نتيجه الذبحه الصدريه او نتيجه الجلطه الموجوده في القلب، اما لو في اي حد موجود جنبه او هو كان عنده علم قبل كده جاله حاجات من دي قبل كده، بيبقى راس ممكن الاسبرين اللي هو ممكن يتاخد منه، يعني قرص او قرصين في نفس التوقيت، وساعات ممكن ناخد لحد 4 أقراص في نفس في وقت سريع في نفس الوقت. ولو كان في في راس او تحت اللسان ممكن نستعملها علشان تساعد على توسيع الشرايين التاجيه اللي هي بتسبب اللي هي ممكن يكون فيها الجلطه. دي اول حاجه. تاني حاجه على طول النقل المريض الى اقرب مستشفى،
علشان يتم دخوله العنايه المركزه مباشره، وتم عمل فحوصات لبيان نعمل رسم قلب مبدئي ونشوف ضربات القلب اخبارها ايه وايه نوعها، ولو كان في اضطراب في ضربات القلب ايه نوع الضربات، وهل في ذبحه صدريه ولا جلطه، بنقدر نحددها من رسم القلب بسرعه جدا. وبعد كده بنبدا العلاج فوري لاذابه الجلطه اذا كانت موجوده، وتظبيط ضربات القلب عشان القلب يبدا ينتظم تاني ويعمل بصوره سليمه كالمعتاد. لازم الوقت هنا مهم جدا، الوقت يبقى سريع جدا، ما يبقاش فيه لو حصل فيه تاخير هنا اللي ممكن يبقى فيه نسبه خطوره تبقى عاليه جدا على المريض. في بعض الاحيان ان الوقت ما يسعفش، يعني دي بقى ان الضربه نفسها ضربات القلب فيها غير منتظمه بصوره عنيفه جدا، فيحصل ان منها جزء منها ضربه منها تبقى تعمل اللي هي الرقفه البطنيه دي او اللي هي الذبذبه البطنيه، وده نوع من الضربات البطين ما عادش يقدر يعمل انقباضات زي الطبيعي، فما بيضخش الدم الى الشريان الاورطه وبالتالي الجسم كله. ده هنا ده هنا برضو من الحاجات الخطيره جدا اللي بيبقى توقف بعدها القلب، ودي بتبقى وقتها باقل شويه. طيب يعني علشان نحد من الخطوره لازم نعرف ايه هي اسباب الازمه القلبيه. طبعا احنا عندنا في كل في ناس بيحصل لهم عشان الازمات القلبيه الحاده دي، في ناس عوامل الخطوره. عوامل الخطوره اللي هي اللي بقى الناس اللي عندها العوامل دي بتبقى اكتر عرضه للكلام ده. اهم العوامل الخطوره التدخين. التدخين ده مهم جدا وخطير جدا، وده من الحاجات يعني اللي سبب رئيسي سبب رئيسي من الاسباب الرئيسيه التدخين، وبيأثر على على القلب وعلى شرايين القلب. تاني حاجه ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم العالي وعدم انتظامه، عدم لازم ضغط الدم ينزل الى مستوى اقل من 140 على 90. ده لازم، يعني اي حد عنده ضغط مرتفع لازم ينزل ضغط الدم بتاعه الى اقل من 140 على 90. اكتر من كده غير مسموح به، لانه ده بيأثر تأثير كبير على القلب ويعمل تضخم في عضلة القلب. تالت حاجة نسبة الدهون الزيادة في الدم، ودي طبعا لازم احنا مع المتابعة مع بعض لما بنعمل تحاليل وتحليل نسبة الكوليسترول في الدم، كل الكلام ده بنقدر نعرف ان كانت نسبة الدهون في الدم عالية ولا لا، لان الدهون لما تبقى عالية في الجسم بيحصل فيها ترسبات على الشرايين، وبالتالي ممكن عرضة انها تتسد في اي وقت. السكر طبعا من الحاجات من عوامل الخطورة، ان هو لازم دائما السكر يتم ضبطه بمعرفة الطبيب المختص علشان نخليه في الحدود الامنة بتاعته، ما يبقاش فيه زيادة في السكر، لانه ده كل ده بتعمل اثار تأثير، وده بيبقى من عوامل الخطورة اللي ممكن يحصل عليها اللي هي الازمات القلبية. يعني عوامل الخطورة ده دكتور هي من الاسباب الرئيسية في الاصابة بالازمة القلبية. طبعا طبعا لما يكون في حد موجود وعنده اصابات موجودة في عنده ضغط كان مرتفع ومش ما هوش متحكم فيه، عنده بيدخن تدخين شره، الكلام ده كله مع اي مجهود، لو بيدخل جيم او داخل او بيجري او بيعمل او في مجهود زياده ممكن يبقى عرضه لحدوث الجلطه او حدوث الازمه القلبيه الحاده، وهنا اللي بيحصل المشكله بقى. يعني هو بيبقى عنده حاجات علامات، ممكن معظمهم بيبقى فيه علامات ممكن ما تكونش ايه واضحه له بالنسبه له، فاحنا بنقول ايه لازم الناس تخلي بالها، يعني لو في اي الم في الصدر لازم اسال الطبيب بتاعي، اعمل فحوصات بتاعته واشوف رسم القلب واشوف ان كان في حاجه في رسم القلب ولا لا. يمكن حضرتك في البدايه في بدايه كلام حضرتك قلت في عجاله الاعراض. ممكن نستفيد في الاعراض لان ده هيحدد كتير ويعرف الناس الازمه القلبيه بتبقى على شكل ايه. فحضرتك ممكن تقول لنا ايه هي اعراض الازمه القلبيه؟ يعني هو الازمه القلبيه دائما ممكن تيجي في اي وقت في اي مكان. يعني تيجي بعد المجهود، ممكن تيجي بعد الراحه، يعني يكون هو قاعد في البيت، ممكن يكون بس يكون ممكن تكون بعد هو بيسوق، ممكن يكون هو بيتحرك بيلعب او زي الفنان الراح، لما ممكن مع اي مجهود زياده شويه تظهر وتلاقي الم شديده جدا في الصدر ويمسك صدره بصوره عنيفه، الالم شديد جدا وما يقدرش، يبقى فيه صعوبه في التنفس ويبقى فيه اضطراب في ضربات القلب وفيه عرق ومعاه مصحوب بعرق ومل القيء، ده علامات الازمه.
لو هو سايق ما يقدرش يعني يكمل، لو هو بيلعب رياضة ما يقدرش يكملها. نقدر نقول ان المفاجأة سمة من سمات طبعًا الأزمة القلبية. طبعا طبعا هنكمل مع أعراض الأزمة القلبية، بس يا دكتور خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني. أعزائي المشاهدين فاصل قصير، انتظرونا بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ولا زلنا نتحدث عن الأزمة القلبية التي أودت بحياة الفنان ممدوح عبد العليم. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن أعراض الأزمة القلبية. يعني دكتور حضرتك كنت قبل الفاصل بتقول إن المفاجأة هي السمة الرئيسية من سمات الأزمة القلبية، وحضرتك قلت برضو إن ألم الصدر من يعني الشكل الشائع في أعراض الأزمة القلبية. إيه هي باقي أعراض الأزمة القلبية دكتور؟ يعني هو الأزمة القلبية في معظم الأحيان بتيجي بصورة مفاجأة للي هما بيبقاش عنده قبل كده سابق معرفة بأنه كان عنده حاجة مشاكل أو كده، أو ما كانش متبين لها. لكن في بعض الناس بتبقى عندها جات لها أزمات سابقة، يعني بقى عنده فكرة وعارف أنه هو ممكن يعرض أنه هو بيجيله الأزمة دي مرة اتنين بتجيله، بس بتجيله على مرات خفيفة. هنا برضو احنا لازم نخلي بالنا وننبه ان اي ازمة قلبية لازم حتى لو كانت خفيفة وانا حسيت ان في الم في الصدر ومعها قوي ومعها اضطراب في ضربات القلب، لازم يلجأ للطبيب بتاعه ويروح على طول ويعمل فحوصات كاملة عشان يتأكد ان هي مصدر الايه، ان كان في فعلا ضيق في الشرايين او في اي مشكلة في عضلة القلب في الحالة ديت، او في اضطراب في ضربات القلب. لازم اعمل برضو رسم القلب العادي، وممكن استخدم رسم قلب مجهود واقدر اعرف نوعية ضربات القلب دي، لان في بعض انواع من ضربات القلب اضطراب في ضربات القلب يؤدي الى حدوث اللي هي الازمة، الحدوث اللي هي الرفرفة او اسمها الزبزبة البطنية. الزبزبة البطنية دي يعني دي خطيرة جدا، ودي بتؤدي الى الوفاة في وقت قصير جدا. فاحنا الاعراض بساعات بيبقى في بعض الحالات بتبقى بيغمى عليه، يعني يحصل فيها اغماءات ويحصل فيه فقد الوعي نتيجة ان كمية الدم اللي راح للمخ بتبقى تتوقف، ودي من الحاجات اللي خطيرة جدا. وطبعا بيبقى اخطرها لو هو سايق او هو في مكان معزول بعيد عن الناس، فطبعا دي بتبقى فرصة ان هو انقاذه بتبقى اصعب. لكن في مكان عام او في وسط او في البيت او كده، الاهل لازم على طول بسرعة جدا يتوجهوا بيه لاقرب مستشفى لتداول سريع بعد التعامل معاه بالاسبرين. بالاسبرين ومع او الاقراص اللي هي تحت اللسان اذا كانت متوفرة معاه. في الوقت ده بسرعة جدا يتوجه لاقرب مستشفى عشان يتم عمل الاسعافات اللازمة والعلاج الكامل، وإذا كان في ذبحة صدرية أو جلطة ممكن التدخل فيها. يعني حضرتك قلت الذبحة الصدرية وقلت الجلطة، بس برضو حضرتك قلت برضو من شوية الأزمات السابقة ممكن تؤدي للإصابة بالأزمة القلبية. طبعًا. هنعرف إيه الفرق ما بين الذبحة والجلطة، بس حضرتك قول لنا إيه الأزمات السابقة اللي ممكن تؤدي للأزمة القلبية. يعني هو لو كان في حد بعض الاحيان بيبقى عنده قصور في الشرايين التاجيه، القصور دي بتبقى في ضعف في بعض الشرايين وبقى في انسدادات في بعضها، بس انسدادات مش كامله، انسدادات بسيطه، فبيجي له بعض الازمات وهو وراح قبل كده لاقرب مستشفى وتعالج وماشي بها. لكن لسه بعضهم بيبقى رافض استكمال العلاج او ما بياخدش او تركيب الدعامه او عمل عملية القلب المفتوح لتغيير الشرايين، بعضهم بيبقى فيه مقاومة شوية، مش كل الناس بتوافق على هذا الكلام بسرعة. وده اللي احنا دورنا ان احنا بننبه للناس ونقوله خلي بالك لو انت ليك علاج سواء كان بالقسطرة عن طريق تركيب دعامة ويبقى شريان واحد او شريانين وفي الاول والبداية وعضلة القلب كويسة، الحق تعملهم قبل ما يحصل الموضوع يتفاقم وممكن يصاب في اي وقت بازمة قلبية حادة بدون ايه في مكان هو بعيد عن مستشفى او بعيد عن حد يقدر يساعده فيها. يعني اي حد عنده مشاكل في القلب ومش يعني مش عايز يتعالج او رافض العلاج، ده من عرضة للاصابة بالازمة القلبية طبعًا وممكن طبعًا تودي بحياته في اي وقت. طبعا طبعا. وبقى طبعا احنا بننبه في بعض الناس بتبقى عندها مشاكل زي ما احنا قلنا اللي هي العوامل الخطورة، بعض الناس عندها مشاكل في القلب خفيفة بسيطة، فهو يعني بيحاول بيحب يجرب يشوف قوته ايه، فيروح يقرب يروح الجيم يروح يجري مثلا او يمارس رياضة،
وهو المفروض انه قبل ما يعمل هذا الكلام لازم ياخد لازم يستشير الطبيب طبيبه. اه يعتبر اختبار قاتل. لان ده اختبار كده قاتل ما يقدرش، ده خطر جدا، او يطلع ادوار عاليه جدا، سلم سيب الاسانسير ويطلع ادوار عاليه عايز يشوف هو يعمل يعني تست عايز يشوف نفسه. كلام الدكتور ده ويشوفه يعمل تست. في ناس تعمل كده وده خطر جدا، والنبي الكلام ده خطير ممنوع، لان لازم تسال الطبيب بتاعك وهو اللي يقول لك، هو التعليمات بتاعته هو اللي تمشي عليها. لكن هو ان هو يعني يجتهد من نفسه او يقول اجرب وشوف اطلع سلم او يبذل مجهود او يروح يلعب في الجيم وهو اصلا المفروض ما يروحش، ممكن يعرض حياته للخطر، ودي مهمه جدا. يعني يا دكتور برضو خلينا نقول ايه الفرق ما بين الذبحه والجلطه بعد ما نعرف كل واحده منهم. اه الذبحه الصدريه والجلطه الاثنين بيبقوا نتيجه انسدادات في قلب الشرايين التاجيه، لكن الذبحه الصدريه بتبقى انسداد جزئي، لكن الجلطه بتبقى انسداد كامل للشرايين التاجيه. انا عايز بس نوضح نقطه، ان الشرايين التاجيه دي المفروض ان هي الشرايين اللي بتغذي، بتطلع من شريان الاورطه وتغذي عضله القلب كلها. فدي مهمه جدا عشان تحافظ على عضله القلب وتوصل لها الدم بكميه مظبوطه، لازم الشرايين دي تكون سليمه من الداخل ما فيش فيها اي انسدادات. الشريان لازم يكون الجدار بتاعه املس عشان الدم ينساب جواه بسهوله. لو حصل فيه من الدهون وترسبات الدهون تقوم يحصل فيه ترسبات على الجدار الشرايين دي فتبقى في خشنه، فيحصل فيها فرصه للترسبات عليها ويحصل فيها انسدادات. لو حصل فيه انسدادات جزئي، انسداد جزئي هيحصل فيه اللي هو الذبحه الصدريه. لو حصل فيه انسداد كلي يبقى هيحصل فيه الجلطه اللي هي بتبقى في بعض الاحيان بتبقى خطيره جدا، او معظم الاحيان بتبقى خطيره جدا، لانها حسب المكان اللي هي بتغذيه. لو الشريان بيغذي مساحه كبيره في عضله القلب وقف توقف الدم في العضله دي في الجزء ده، ممكن ده طبعا يعمل ازمه قلبيه حاده وخطيره جدا ومشكله تبقى كبيره جدا. الموضوع ده بناخده في منتهى الجديه. هو طبعا اهم عرض فيه هو الم الصدر، اهم عرض ده الم الصدر ده اللي مهم. لكن في الخفقان ان هو بيبقى فيه اضطراب في ضربات القلب، ودي برضو مهمة ان احنا نتنبه لها، ان اي حد عنده اضطراب في ضربات القلب بيلجأ للطبيب بتاعه بيعمل له رسم قلب ويشوف النوع الاضطراب وهل هو فيه خطورة ولا ما فيش. لان يعني في بعض الاحيان ضربات بتيجي شاردة كده يعني ما هياش منتظمة، احنا بعددها قليل ما فيش منها خوف عشان بس ما نخوفش. يعني يا دكتور حضرتك ذكرت المريض. الم الصدر وده الم واضح واضح وكل الناس بتميزه. بس ممكن يكون في اعراض خفيه تسبب الاصابه سواء كان بالجلطه او بالذبحه اللي ممكن تعمل ازمه قلبيه حاده تؤدي للوفاه. ايه هي بقى الاعراض الخفيه دي؟ الاعراض الخفيه اللي هي بتبقى غير بالاضافه للالم اللي هو بيبقى فيه الدوخه والزغلله العين وعدم القدرة على العمل، ضعف وغمدان واضطراب في ضربات القلب اللي ممكن يعتبرها المريض بسيطة، ممكن المريض ياخدها ببساطة. لكن هي برضو مهمة جدا ان احنا لازم نتنبه لها ونروح للطبيب بتاعنا نقوم يفحص ويعمل الفحوصات اللازمة عشان نتأكد ان دي ملهاش علاقة بالقلب ومش دي من عوامل الخطورة او دي من في مشكلة وتكون خفية ومحدش. طب الاعراض دي يا دكتور ممكن تكون بسيطه في بعض الاعمار واعمار تانية لا؟ طبعا لما تكون في يعني ممكن انا في سن مثلا الشباب مثلا نعتبرها بسيطه ومش ممكن تعمل مشاكل في القلب، بس في سن مبكر شويه ممكن نعتبرها ناخدها بجديه. لو هو في سن متاخر شويه يعني لو سن في الكبار اكتر طبعا نحطها في اعتبارنا اكتر، لان الكبار بيبقى في الشرايين فيها مشكله اكتر من بتبقى عرضه للاصابه اكتر من الشباب. لكن في بعض الامراض تبقى مصحوبه لها، يعني بيبقى فيها لو انا زي ما قلت الناس اللي عندها عوامل الخطوره دول بيبقوا عرضه ولازم يتنبهوا اكتر عرضه للاصابه بامراض القلب. بالذات اللي هي ارتفاع الدهون وارتفاع ضغط الدم والايه التدخين، دول اكتر ثلاثة بيبقوا معرضين اكتر للاصابة بيه. يعني يا دكتور واحنا معانا 3 دقايق ومعانا سؤالين. يعني السؤال الاول، مستقبل من يصاب بالازمة القلبية ايه اللي بيجرى له بعد الاصابة؟ هو طبعا لو هي اتلحقت الازمة القلبية وكان يعني في
قريب من مكان قريب من المستشفى وتم اسعافه. في الحالة دي بنعمل الفحوصات الكاملة سواء كان الأشعة الموجات فوق صوتية على القلب أو نعمل اللي هي الأسطرة القلب ونعرف إن كان في انسدادات وأنهي مكانها ويتم عمل الدعامات اللازمة أو الجراحة القلب المفتوح وتغيير الشرايين المطلوبة. في الحالة دي بيبقى خلاص نسبة النجاح بتاعها بتبقى عالية جدا. عالية جدا. خلينا نكمل بس بعد ما ناخد الاتصال الأستاذ زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي الدكتور مع حضرتك. حضرتك بس نستسمع حضرتك بس الاجابه بعد ما اقفل عشان انا. اتفضلي اتفضلي قولي السؤال. اتفضلي. معلش انا عندي زي نهجان والم في الحته بتاع الصدر كده لما بيبقى فيه نغزه، فطبعا رحت للدكتور عمل لي رسم قلب، قال عضله القلب ضعيفه. واداني كونكور 2.5. بس انا يعني رحت تاني طبعا متابعه نفس الادويه هي بس طبعا انا كل لو افتح عشان اقرا الفتحه انهج، لو اتقلبت من جنب التاني انهج. في حاجه في الصمامات موجات فوق صوتيه على القلب؟ انا عملت اللي هو الايكو وقال لي بس عضله القلب ضعيفه. بس ما فيش حاجه في الصمامات؟ لا هو ما قاليش الدكتور اي حاجه. ما فيش حاجه. طيب الشرايين ما فيش حاجه؟ لا هو قال بس نسبه الكوليسترول فيه نسبه دهون بسيطه يعني. سن كام سنه؟ سن كام سنه؟ بس سن برضو هي بناخد سن حضرتك كام سنه؟ سن نعم؟ سن حضرتك كام سنه؟ 59. طيب ماشي انا حاضر هجاوب. الوزن برضه عادي يعني بالنسبه للطول الوزن برضه يعني مناسب. يعني الدكتور هيجاوب على كان لو طلعت سلم اقعد بتاع ربع ساعه مش عارفه انطق. يعني اقعد على اقرب كرسي وما اعرفش اتكلم. حضرتك تابعينا وان شاء الله الدكتور يديك الاجابه الشافيه باذن الله. ماشي يا دكتور في عجاله عاوزين نجاوب على هو طبعا السؤال. هو ده انا اهم حاجه نعمل غير الايكو بنعمل القسطره للقلب علشان نطمن على الشرايين، لان ده في السن ده ممكن يكون عرضه ان في يكون في انسدادات في بعض الشرايين، فتبقى فيها واضح من الكلام ان في قصور في الشرايين التاجيه وده ممكن يؤثر على ويعمل نفس الاعراض دي. فهي طبعا تعمل القسطره على القلب يبقى هتبقى افضل، ولو كان في انسدادات في بعضها ممكن تركب دعامه، ان ما كانش يبقى محتاجه ممكن نعمل قلب مفتوح بعد ما نعمل القسطره وتظهر القسطره عشان بتظهر الايه انسدادات الموجوده. تمام يا دكتور يعني نتمنى الشفاء للجميع بس في عجاله برضو يعني نصايح في اقل من دقيقه. ايه اللي انا ممكن اعمله علشان ما يحصليش الازمه القلبيه؟ احنا طبعا اهم حاجه في ان احنا نتجنب التدخين نهائي، التدخين ضار جدا ومن الاسباب الخطيره وحدوث الازمه القلبيه. الدهون ونقلل الدهون في الاكل والغذاء بتاعنا يكون غذاء صحي، وممارسه الرياضه الخفيفه يعني المشي وكده. يعني لو عملنا هذه الاحتياطات ان شاء الله ما يحصلش اي ان شاء الله يا دكتور السلامه بنتمناها للجميع. وبنشكر حضرتك على تشريفنا النهارده دكتور يسري السعيد استاذ جراحه القلب والصدر بكليه الطب جامعه بنها. شكرا لحضرتك يا دكتور. الشكر مبسوط لكم اعزائي المشاهدين، ونتمنى ان حضراتكم تلتزموا بتعليمات الطبيب والارشادات اللي الدكتور قالها على مدار الحلقه. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحه مشاهير، صحه مشاهير يا معانوا كتير، في قلوبنا ليهم حب وتقدير، وبرغم ألمهم ووجع أيامهم لا اليأس هزمهم